السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم لاباس؟ ان شاء الله يلقاكم هذا النهار هذا في اتم الصحة والعافية وان شاء الله سعداء. اليوم ان شاء الله غادي حبيت انني نشارك معكم مشتريات اللي شريت من سنتر بوينت. كي دخلت من السوق قلت قبل ما نفسخ عبايتي وقبل ما يعني قبل ما يبرد في الدم نصور لكم بعد اشنو اللي خديت. وسمحوا لي بزاف ما قدرش نصور لكم السوق لانه كانوا معايا الوليدات وما كتعرفوا البوسيت ورهف يعني ما نقدرش والكاميرا ما نقدرش نشد نتحكم فيهم كاملين. فانا كنستسمح منكم ان شاء الله مره اخرى ونصور لكم الداخل ديال سنتر بوينت. كاينين باقي كاينين العروض فيهم دائما. كتعرفوا راه البنات اللي كاينين هنايا في السعوديه خاصه في الرياض دائما السنتر بوينت كيكون فيهم عروض. لقيت عروض ديال 70% 45% 50%. المهم خديت اللي كانوا خاصيني. الوليدات ديالي كانوا خاصهم شويه ديال الملابس، راه كانوا خاصين الملابس ديال الدار. ورايان راكم كتعرفوا الوليدات الصغار دغيا كيكبروا، يعني كل فتره خاصك تمشي تقداي. هذا الشيء علاش مشيت وغدا نشاركهم معكم. غنشارك معكم حتى الحويجات اللي خديت انا وهانتوما معايا. نشوفوا نبداو برايان هو الاول. خديت لي هاد البدله هذه كتجي هكا سخونه ديال الشتوى، كتجي الجاكيت والسميتو ديالو ديال زوينين دافيين من الداخل مزيان دافيين. هذه كان السعر ديالها 129 ولكن دايرين فيها تقريبا دايرين فيها الاوفر 40%. جبتها انا ب 77 ريال من 129، جبتها ب 77 ريال. فيها ثلاثه القطع، كاين البودي والسروال والجاكيت. وخديت ليه معاهم هاد خديت مع هاد البدله، خديت ليه هاد الصبيبيط هذا صغير، هذا ديال 6 شهور. هو راه باقا رجلته صغيره ولكن خديتهم ليه. خديت ليه كذلك هادو ديال غير عاديين بيجامات. كاين هادي بالسروال ديالها، بيجامه بالسروال قطن، وحتى هي يا النوعيه ديالها القطن ديالها جيد، نوعيه جيده. هذه تقريبا هذه ب 55 ريال، هذه البيجامه هذه ب 55 ريال. وهذه بيجامه ثانيه حتى هي هذه ب 42 ريال. هادو ديال 6 شهور. وخديت لي كذلك البيجامات ديال النعاس. هادو كتجي هذه كيجي بحال هكا يعني السلوبيت، وكيجي معاه كتجي معاه المريوله ديالو، كتجي معاه هاد المريوله ديال الثاني، كيجيو معاه هاد لي كلاس، وكيجي معاه بودي، وجا معاها البودي بحال هكا. والثانيه حتى هي نفس الشيء، خديت ليه جوج كيجي بحال هكا بودي مع هادي مع سميتو ديال مع المريوله ومع الكلاس ومع الطريبشات. هذه الاوليه بالطربوشه والثانيه حتى هي بالطريبش ديالها. انا ولدي راه ما كيلبش الطربوش وما كيلبش هذا ديال ليغو، ما كيلبسهمش نهائيا، ديريهم ليه يبقى كيغوت ما كيعجبوش. وخديت ليه هذا لي بودي ديال تحت الملابس، ملابس داخليه، هذا ب 19 ريال الواحد. هذو قطن حتى هما. انا كنفضل نجيب لي بودي ما تكونش فيهم ديك لي تيكي هنايا، كتكون غير فيهم غير الرسمه، والرسمه راه مرسومه رطبه ماشي ما محرشاش على الحيمه ديالو. ما فيهاش لي تيكي. واذا كانوا لي تيكي بحال هكا هادو كلهم ما فيهمش لي تيكيت. اذا كانت فيهم تيكيت نصيحه انكم تحيدوها، شفتوا ما كاينش لي تيكيت هنايا، نصيحه انكم تحيدوها خاصه الوليدات لحمتهم رطبه ما تيستحملوش لي تيكيت هكا في الحوايج.
هذا الشيء اللي خديت انا الرايان، غادي نجمعهم هنايا حتى نصبنهم. ضروري ما يتصبنوا الحوايج عاد كيتلبسوا. المهم هذا ديال الرايان، ودابا نشوف معكم ديال رهف حتى هي كناخذ ليها، كنت غناخذ لها غير ديال الدار، ولكن ملي كتمشي للسوق تيبانوا لك شي حوايج اخرين. خديت ليها الجاكيت، مع ان عندها جوج لي جاكيت ولكن عجبتنا هذه، خاصة باباها عجبته هذه، وخدينا ليها معاها هاد البودي، ومعاها هاد السروال بنطلون ديال القطيفة، الخامة ديالو زوينة حتى هو. يعني الأسعار تراها ماشي مغاليينش بزاف، الأسعار في المتناول. هذاك البودي هذا ب19، والسروال ب55، والجاكيت شوية اللي هنا ب70 ريال، هاد الجاكيت 77 تقريبا. وخديت ليها كذلك هادو البيجامات ديال الدار، هادي بيجامة، هاد البيجامة ب69 ريال، هاد البيجامة ديال الدار دافية. وخديت ليها هادي بيجامة واحدة أخرى حتى هي ديال الدار، يعني يكونوا خاصينها غير ديال الدار، هي مكانتش خاصينها بزاف. هادو البنات كتجي بحال هكا، هذه قطعة، هذه بوحدها، هذه ب42 ريال، وهذه كيجيو فيها ثلاثة القطع، هذه جوج تريكويات، جوج تريكو مع جوج تسراوي. هنايا كاينة ب59 ريال، هذه فيها ثلاثة لي بياس، فيها بنطلونين بحال هكا وفيها تريكو، العفو فيها ها جوج تريكويات، يعني هذه كتجي كامله قطعه واحده، هذوك باربعه قطعه واحده. كاين هادو خديتهم بحال هكا، مع هادو خديتو تاخذهم قطعه، تاخذهم كاملين هادو ب85 ريال، ب85 كلهم هادو ب85. وكذلك خديت ليها هاد البيجامه حتى هي، كتعرفوا انا عزيز عليا تكون في الدار كتلبس بيجامات بزاف، لانه دغيا كيتوسخوا ليها دغيا، يعني مع هكا فمزيان يكون عندها باش تبدل. والجو هادو ماشي غير ديال الشتوى، هادو دافيين، وكذلك ممكن تلبسهم حتى للربيع، يعني ديال هذه ب29 ريال، هذه ب29، هذه لقيتها في القسم ديال لي بيبي، حاطينهم حتى هما بيجامات ديال النعاس، حاطينهم تماك ودايرين ليهم سولد، فقلت غادي ناخذهم ليا. هما راه دافيين، واخا قطن بارد دافيين الشتوى، خاصه حنايا في الشقه عندنا هنايا ما كاينش فيها، يعني ما كاينش ديك البروده المره الا خرجنا. وهذا البودي هذا خديته ليها باش تبقى تلبسه مع الجينز، هذا تلبسه مع الجينز، عنده الباندا من هنا، انا كيعجبوني دوك التريكوات اللي عندهم الباندا، بعدا كيشدوا ليه على الويدات، ما كيبقاوش دابا مدليين وهكا. ولكن للاسف كان رايان كيبكي، ما خلانيش نزيدها شي جوج ولا ثلاثه من هادو، رايان ما خلانيش نهائيا نتمشى على خاطري في السوق. هادو فيما يخص رهوفه، هما هادو ملابس ديالها. وانا البنات ملي بدا كيبكي ليا رايان صافي، ما بقيتش تقدي لراسي، قلت صافي من ناقص كاع، من ناقص غادي نخرج وصافي، يعني ما قلت بما انه انا تقديت ليهم هما اهم حاجه. وخرجت فعلا من السوق، خرجت انا ورهف، خليت بابا حتى يدفع لهذا كيخلص هادو، وخرجت انا مشيت. جا ومن بعد جاب لي رهف ورجع، انا كنحسب لي غير رجع باش يكمل الخلاص، ملي رجع هو اللي تقدى لي انا، يعني انا هادو اللي غادي نوريكم ماشي انا اللي تقديتهم، ماشي تقداهم لي هو على الذوق ديالو. وصراحه عجبوني في الاخير، راهم عجبوني مني جبتهم، قلبتهم لقيتهم راهم عجبوني، قلت غادي نشاركهم معاكم. ما وريتهمش ليكم هذيك الفاتوره يعني هنايا، ما قلت انا ما غاديش نبدا نفكفك فيهم حتى نشوفهم حوايج رايان ورهف، راني فكيتهم معكم على المباشر شفتو، ولكن هذو كيف دخلت مع الباب تاع الدار شفتهم انا اللولة، باش الا ما عجبونيش ما نشاركهمش معاكم، ولكن كلهم جو زوينين عجبوني، بما انهم عجبوني غنشاركهم معاكم. هنايا خدا ليا تيشيرت،
كتشوفوا هادو قطن، هادو كلهم بالحق راه الملابس ديال الدار. هادو راه ما انا ما عندي الملابس ديال الخارجه بوحدهم، عندي ما خاصينيش، ولكن ديال الدار كنحب انني من فتره لفتره نغير، ما نبقاش عندي غير سميتو، كنحيد هادو كلهم ديال الدار، غادي نحيدهم وكنجيب الجديد. هادو ديال الدار كلهم كاين فيهم. هادو بنطلون، البنطلونات قصيره هذه كتشوفوها، ولكن راه قطن زوينين. الاسعار في المتناول يعني، راه ما غاليينش بزاف. انا نشوف لكم السعر اللي في هذه، انا ما عرفتش. هذه ب 45، هذا التيشيرت، هذا التيشيرت ب 45 ريال، وهذا البنطلونات هذه ب 19 ريال. كاين هذا وكاين هذا، خدا ليا يمكن شي ثلاثه، حتى هذا ب 19 ريال. وكاين ها هما اربعه البنطلونات، سبعه البنطلونات. كاين هذا كذلك حتى هو ب 19 ريال، وفي الاسود كاين خدا ليا هذو اربعه ب 19 ريال الواحد. وهذا تيشيرت هو بالكم، راك تعرفيني انا قلت ليه جيب ليا الا كنتي، كنا كنتناقشوا وقلت ليه انا الا كنت انا بغيت الملابس انا غادي نقلب عليهم بالكم، وفعلا ما نساش الموضوع جابهم لي بالكم، على وداش مرات كنبغي نصور ولا شي حاجه خاص اليدين يكونوا مغطيين. وهذا كذلك هاد لي تيشيرت هادو ديال القطن حتى هما ب 16 ريال، 16 ريال البنات اللي بغاو يتقدموا من سنتر بوينت الملابس ديال الدار، راه غتلقاو الضاله ديالكم. يعني راه ما غاليينش قطن، يعني قطن زوين والكاليتي جوده ب 16 ريال. وهذه بيجامه، هذه بيجامه رغم انها راها ماشي طويله حتى لتحت، هذه كتجي تحت الركبه غير شويه تحت الركبه، شفتوها والخامه ديالها زوينه حتى هي بالباندا، انا تفاجات فيها صراحه، عجباتني هذه بزاف. هذه البنات شوفوا الاسعار كيف دايره، يعني هذه ب 99 ريال، مع انها كنقول انا ما كنتش نعطيها هذا الثمن، ولكن صراحه راه الخامه ديالها زوينه. هذه ب 99 ريال. وهادو جاكيطات، هادو كيتلبسوا مع التنوره، الى عندكم دوك التنانير بحال هكا، انا جابها ليا، انا عندي تنورات في الاسود ولبسها معاهم. كاين جاب لي جوج الجاكيطات، هذه ب 89، هذه ب 89 ريال. هذه ممكن حتى تخرجوا بها ماشي بحال هكا، الا كنتو غاديين مثلا بحال انا كنبغي نمشي عند اهل الزوج ديالي، لانني عادي عندي، عادي انني نمشي عندهم بالملابس بحال هكا عاديه، لانه انا متعود عليهم ومتعودين عليا، ماشي حفلات ولا شي حاجه، لا غير جلسه عاديه بحال هكا، غنمشي عند دوسي ونقعد نشرب معاه قهوه ولا شي حاجه، عادي انني نمشي بملابس عاديه، ماشي بحال الجمعات ولا اللمات ديال نهار الجمعه ولا هكا، وكيكونوا ناس غراب ضروري خاصكم تلبسوا شي حاجه زوينه. ولكن مني كنكون انا غير مساليه وبغيت نمشي نشرب عندها قهيوه ولا شي حاجه، كنلبس عادي ما كنكلفش على راسي. هاي الجاكيت الثانيه بهذا اللون، هذا تلبس حتى مع الجين، حتى مع الجين كتلبس كتجي زوينه وراقيه، حتى هي ب 89، هما هادو بجوج بهم كل وحده ب 89. وكاينه بيجامه، هذه بيجامه حتى هي بيجامه بالسروال، هذه ب 119، هاد البيجامه هذه بالصفر، هذه ب 119، هذه قطن رائع جدا، هذه يعني الملمس ديالها ناعم بزاف، او عندها الباندا في الرجيلات لتحت، هاد النوعيه انا كتعجبني، عندها الباندا في الويدات كذلك، يعني كتكون مجموعه وزوينه. وهذه بيجامه ثانيه حتى هي، هذه شكلها مقطنه حتى هي لوداتها بالباندا مقطنه، هذه قطن ودافيه ديال الشتوى، هذه
اما هذه الصفرة هذه تلبس الربيع وتلبس حتى في الصيف بارده، هذه ماشي ديال الشتاء هذه صراحه، اما هذه ديال الشتوى. وهذا البنطلون ديالها، هذا البنطلون ديالها، هذا البنطلون ما فيش الرجيلات ديالو عاديين، ما فيش الباند لتحت. المهم هادو هما الملابس ديالي. تيشورتات هادو انا راه تيحمقوني التيشورتات، هو عارفني داكشي باش كيكثر ليا منهم. عزيز عليا التيشورتات والبناطيل بحال كنلبسهم في الدار، هادو كنلبسهم مع لي جينز. هذا زوين هذا، شفتوا هذا، هذا بشحال، هذا بشحال اغني السعر ديالو فين راه باش نقطع منه. هذه ديال السعر، لا هاي هذا ب 45 ريال صافي. هذا مكان، هذو هما الملابس ديالي، انا وريتهم ليكم. دابا غادي نمشي نخدم عليهم الماكينه، نخدم الغساله نغسلهم ونتبرعوا فيهم باللبس باش نقطعوهم ونجيو نتقدوا وحدين اخرين. المهم البنات انا ما خبيت عليكم والو، وريتكم كل شيء. هذا غير باش تاخذوا فكره خاصه للبنات اللي كاينين هنا في الرياض وبغاو يتقدموا من سنتر بوين، داكشي علاش كنشارك معكم باش تعرفوا. كاين بعض المرات كيبغي الواحد غير ياخذ الفكره، يبغي ياخذ فكرة. والله انا كتجيني بحال هكا، كتجيني ديك الحاله انني نمشي وما كنعرفش شنو بغيت ناخذ، ولكن ملي كنكون شايفه شي حاجه عيني على شي حاجه شايفاها كنمشي ليها ديريكت، كتكون عندي ديك الفكره باش غادي نشري واحد الحاجه انا شفتها عند فلانه، ولا شفت فلانه خداتها، ولا شفت السعر ديالها عند فلانه. ما فيها باس كنمشي كناخذ، هادشي علاش كنشارك معاكم. ولكن راه كل واحد خير في دارو، كل واحد عنده رزقه، واللي كي كتشوفوا راه حتى الاسعار ماشي مبالغ فيها، ماشي كناخذ شي حاجه غاليه. الحوايج ديال هادو ديال الدار، الحوايج ديال الخروج كناخذهم من بلايص شويه غاليين، ولكن من ماركات غاليه، ولكن ماشي ديما. هادو كناخذهم الحوايج ديال الطلعه، يعني الحفلات الجمعات عند ناسي، عند هادو كناخذ ماركات زوينه، كناخذ ماركات معروفه. غيره في الدار هادو هو، هذه هي الملابس ديالي، كناخذ من سنتر بوينت، كناخذ يعني بعض المرات غير من المحلات الخارجيه كي تكون في المجد، كناخذ من اسواق المجد، كناخذ من طيبه، من العويس، هادو هما الاسواق اللي غالبا كنمشي لهم ناخذ الملابس ديال الدار وديال الشغل، يعني ديال الحركه في الدار. اما هو الملابس الاخرى راه كناخذها، واغلب الاوقات جبت معايا القفاطان، هذاك الشيء ديال المغرب. فحال كتكون شي جمعه ديال العائله كنلبس، غالبا كنلبس شي حاجه مغربيه باش تكون عندي، نكون حافظ على الهويه على الهويه ديالي. المهم ما نكونش ما نبغيش نطول عليكم فيديو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. خليت لكم الراحه والى اللقاء، نتمنى ان نكون خفيفه الظل عليكم، ونتمنى لكم السعاده، ونتمنى لكم كل الخير، والله يفاجئ علينا وعليكم، والله يرزقكم كل ما تمنيتوا. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.